حياة مختلفة تماماً عن الحياة اللي قاعد نعيشها الحين. والحياة هذه فيها مسارين، إما إنك من المنعمين أو المعذبين، وإما مكانك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يعني يا بتكون محظوظ أو بتكون تعيس، والحياة ذي بتعيشها لا محالة، والملحدين فقط اللي ينكروها. وهذه الحياة تسمى بحياة البرزخ. فإيش هي حياة البرزخ؟ وإيش الشيء اللي بنعيشه فيها؟ وكيف بتكون حياة الكافر هناك؟ وكيف بتكون حياة المؤمن كمان؟ ومتى وكيف بننتقل لها؟ وهل الحياة فيها موحشة زي ما نسمع، ولا في الأصل هي حياة جميلة؟ وهل لو دخلنا هناك نقدر نقابل معارفنا زي أصدقائنا وأقاربنا وأهلنا؟ وهل 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 وأسئلة كثيرة وتفاصيل عديدة تنتظرك في مقطع اليوم. السلام عليكم، حبشك شرجة بمقطع جديد. وإذا أنت أول مرة تشوف قناتي، فأنا أقدم قصص ومواضيع مثيرة للاهتمام. فإذا كان يعجبك هذا النوع من الفيديوهات، اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. موضوع اليوم مرتبط بالمقطع اللي فات، فإذا ما شفت المقطع اللي راح يفضل إنك تروح تشوفه، لأنه هذه المقاطع عبارة عن سلسلة كلها مترابطة في بعض، وترى تقدر تشوف هذا المقطع لحاله وتفهم، لكن يفضل إنه تشوف المقطع السابق عشان تفهم تسلسل الأحداث. وبدون ما أطول عليك، وكالعادة جهز فشارك أو أي شيء من المسليات واستمتع بالقصة. حياة البرزخ أو حياة القبر، وهي الحياة اللي تكون بين الدنيا والآخرة. يعني بعد ما يموت الإنسان ويفارق حياة الدنيا، يدخل حياة ثانية وهي حياة البرزخ، وينتظر حياة الآخرة إلين تبدأ. لكن هذا الانتظار مو زي أي انتظار، لأنه فيه أحداث كثيرة وتختلف من المؤمن للكافر، وما سموها حياة إلا لأنه فيها أشياء كثيرة بنعيشها. طيب إيش بنعيش فيها؟ الحين بتعرف. في المقطع السابق، بعد ما خرجت الروح تستقبلها إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب زي ما ذكرنا. فإذا استقبلتك ملائكة الرحمة، بتكون حياتك في البرزخ كالتالي. لما تخرج روح المؤمن، تستقبل ملائكة الرحمة ويقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وبعدها يستقبلوه بكفن من الجنة، وريحة الروح لما تخرج وقتها تكون كأطيب ريحة مسك وجدت على الأرض، وهذه الريحة تكون بسبب أعماله. وبعد ما يستقبلوها يضموها ويرقون بها إلى السماء، إلين يوصلون السماء الأولى ويطرقون بابها، فيقال: من؟ فتقول ملائكة الرحمة: هذا فلان الفلاني. فيفتح هذا الباب لهذه الروح الطيبة، ويقال لها: ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. ولما تدخل هذه الروح السماء الأولى، الملائكة الموجودين في هذا السماء يسألون: روح من هذه الروح الطيبة؟ فيقال لهم: روح فلان الفلاني. وينادوه بأفضل الأسماء في الدنيا ويبشروه بالجنة. وهذا السيناريو ينعاد في السماء الثانية والثالثة والرابعة، وفي كل السماوات إلين يوصلون السماء اللي فيها الله عز وجل. وهناك يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيد عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والملائكة يرجعون هذه الروح الطيبة إلى الجسد اللي خرجت منه. وبعد ما ترجع الروح إلى الجسد، المؤمن يحس باللي حوله ويشوف الناس كيف تبكي، لكن هو في الأساس شاف الشيء الجميل، شاف الملائكة وعارف إيش ينتظره من حياة جميلة في الجنة. فيقول: قدموني قدموني. ومن بعدها ينزل القبر، ومن هنا تبدأ حياة البرزخ اللي قلت لكم عليها، وهي حياة القبر. فبعد ما تنزل الروح للقبر، ينقبض القبر على أي شخص كان، سواء مؤمن أو كافر، لكن على المؤمن تكون قبضة خفيفة. وبعدها ينزلون ملكين، وهذول الملكين هم منكر ونكير، ويسألون هذه الروح الطيبة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فتجاوب الروح بكل ثقة وهي مبسوطة، لأنها شافت الملائكة من قبل: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتجي على طول ريح طيبة من الجنة، فيتسع القبر على مد البصر، والقبر يصير بالنسبة للمؤمن روضة خضراء، وريحة القبر تصير من ريح الجنة. وينزل وقتها رجل جميل وريحته جميلة وابتسامته حتى تكون مرة مريحة، فالروح الطيبة تتساءل وتسأل: من أنت؟ فوجهك جميل وريحك طيبة. فيقول هذا الرجل اللي خرج فجأة:
أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا قيامك، أنا صيامك، أنا ذكرك. فوقتها تفرح الروح الطيبة بهذا الرجل اللي تشكل لها على هيئة رجل، وهذا الرجل في الأساس هو العمل الصالح، وهذا العمل الصالح بيكون مؤنس للمؤمن إلى قيام الساعة، وبعدها يفتح للمؤمن باب على النار فيقال له انظر هذا مقعدك من النار، فيخاف المؤمن ويشمئز، فيقال له قد أبدلك الله بمقعد في الجنة، ويفتح له باب من الجنة ويشوف مقعده في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيقال له نم، فيقول طيب يا ربي خليني أرجع لأهلي وأطمنهم إني عايش أسعد لحظاتي، فيقال له نم، كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ومن بعدها يعيش المؤمن أسعد لحظاته وهو في النعيم مع أعماله اللي على هيئة بشر، وهذه الحياة حتستمر معاه إلى قيام الساعة. ويقول بعض أهل العلم إنه إذا كان مؤمن بيقابل معارفه وأهله اللي كانوا مؤمنين وماتوا، ويجالسهم ويعيشون أسعد لحظاتهم مع بعض، لكن هذا الكلام مو أكيد والعلم عند الله. وهذه كانت حياة المؤمن اللي كلنا نتمنى إنه تمر علينا في يوم من الأيام، لكن للأسف في المقابل في حياة أخرى نسأل الله إنه يبعدنا عنها، وهي حياة الكافر في القبر. فإذا كنت كافر فبتستقبلك ملائكة العذاب، وحياتك بتكون كالتالي: لما تخرج روح الكافر تستقبل ملائكة العذاب، وملائكة العذاب وجوههم سودة وتخوف، والملائكة يقولوا له أخرجي أيتها النفس الخبيثة، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ولما تخرج هذه الروح تكون ريحتها معفنة كأنت ريحة جيف على وجه الأرض، فيأخذوها الملائكة وهم مشمئزين من رائحتها الخبيثة ويرقون بها إلى السماء. ولما يوصلون إلى السماء تطرق ملائكة العذاب الباب، فتقول ملائكة العذاب هذا فلان الفلاني، وتناديه بأسوأ أسماء في الدنيا، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فتطرح روحه على الأرض من السماء ويحس بألمها، وبعدها يرجعون الروح الخبيثة إلى الجسد، فيشوف أهله قاعد يبكوا عليه وقاعد يودوه للمقبرة، فيقول يا ويلي أين تذهبون بي، أخروني أخروني. وهذا الصوت يسمعه كل من في الأرض ما عدا الإنسان، ولو سمعوا الإنسان لصعق. فيدخل بعدها إلى القبر، فيضيق القبر عليه لدرجة يحس إن عظامه بتتكسر، فينزل عليها الملكان منكر ونكير ويسألوه نفس السؤال اللي سئل للمؤمن: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيضربوه منكر ونكير بمطرقة من حديد، وصوت الصرخة اللي بيصرخها وقتها يسمعها كل المخلوقات اللي في الأرض ما عدا الثقلين، والثقلين هم الإنس والجن. وبعدها ينزل عليه رجل قبيح ورائحته كريهة ويجلس جنبه، فيسأل من أنت؟ وهو مشمئز وخايف منه، فيقول له أنا عملك السيء. وهذا الرجل المرعب اللي هو عمله السيء بيجلس معاه إلى قيام الساعة وهو يعذب، والعذاب اللي بيعذبوه في القبر مهين أبدا، والإنسان يعذب فيه على حسب أعماله، لكن طريقة العذاب ما ذكرت بالتفصيل. المهم بعدها يفتح له باب من الجنة، فهذه الروح تنسى الألم اللي عاشته والأشياء اللي شافتها من منكر ونكير وملائكة العذاب وغيرها من الأشياء المؤلمة اللي عاشتها، وهذا كله بمجرد إنه شاف مكانه في الجنة. إلا فجأة يغلق هذا الباب ويقال له هذا مقعدك من الجنة، لقد أبدلك الله بهذا المقعد في النار. ويفتح له باب من النار فيرى مكانه في النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه شاف كيف بتكون الحياة في النار وكيف بتكون أشد من عذاب القبر اللي هو شديد وصعب في الأصل. لكن حياة يوم القيامة وحياته في النار توريه إنه حياتك في القبر ولا شيء. فإيش الشيء المرعب في يوم القيامة لهذه الدرجة؟ وإيش الأشياء اللي بنعيشها في ذاك اليوم؟ وكيف بتكون حياة المؤمن والكافر في ذاك اليوم؟ وكيف بتبدأ حياة الآخرة؟ وكيف بيموت ملك الموت قبل هذاك اليوم؟ وإيش الخطاب اللي بيقوله الله عز وجل بعد ما تموت كل المخلوقات ويبقى هو وحده في الكون؟ كل هذه التفاصيل وأكثر تنتظرك في المقطع القادم.
هنا نكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم، وأتمنى المقطع كان خفيف ولطيف على قلبك يا عزيزي المتابع، وأتمنى إنه السلسلة قاعد تمشي بتسلسل جميل بالنسبة لك. وأدري والله إنه هذا النوع من المقاطع ما يجيب مشاهدات وإنه الناس تخاف منه، وأقرب مثال آخر مقطع نزلته تقدر تروح تشوف المشاهدات قديش قليلة، لكن هذه المقاطع مو للتخويف بل للتذكير بإنه رح نعيش هذه الأشياء لا محالة، فلازم نستعد لها، فلا تخاف بل تجهز لهذا اليوم. وأنا صراحة بدي السلسلة بالتحديد ما تهمني المشاهدات كثر ما يهمني الفائدة والأجر، وصح انه لو شاف المقطع عدد اكبر بناخذ اجر اكثر، فحاول يا عزيزي المتابع انه ما تطلع من المقطع الا وانت ضاغط على زر اللايك عشان المقطع يوصل لاكبر عدد من الناس، وانشر المقطع للناس اللي تعتقد انها بتستفيد من هذا المقطع، واعذروني على الاطالة. والى هنا كان معاكم يحيى وحبشكش، والى نلقاكم في المقطع القادم. سلام.